اللي اتاكدت عندي دلوقتي انه الناس عندها دروب بسيط في الجزء بتاع الاخراج في الانسان هو ايه اللي كفايه يوسف ده احنا ما كملناش الساعه يبقى كده الناس عندها مشكله في الاخراج في الانسان فمين دلوقتي ما حضرش معايا قبل كده شرح الاخراج في الانسان حلوة قوي هستناكوا يا شباب بكرة بإذن الله الساعة تلاتة العصر تلاتة العصر معاد حصتنا هنشرح فيها الإخراج في الإنسان كله تمام؟ آه بالنسبة بقى ناس بتوع البرايفت هبقى معاكم على جروب الواتساب عشان نتفق على المواعيد بتاعتنا لا نكتفي بهذا القدر عشان انتوا النهارده كان عندكم فيزكس وكان عندكم